تصريح يونس محمود اللي رد بيه على ياسر القحطاني صارت الوضعية مو طبيعية. بعد ما طلع بلقاء ياسر القحطاني وقال على أساس يونس محمود يدعي علي وكان ما مرشح، وبعدين كان إندو الطرف الثالث بعد ما كان نشأت أكرم وياسر القحطاني وإندو انسحب وعلى أساس رشحوا يونس محمود طرف ثالث بأفضل لاعب بآسيا 2007. وأنتم تعرفون يونس محمود سوى، قدم كل شيء ما يملك للمنتخب وهدف بالنهائي واخذ البطولة على المنتخب السعودي. وياسر القحطاني كل شيء ما قدم، وأنت شنو قدمت حبيبي؟ هداف البطولة مناصفة يونس محمود، فهنا راحت إجازة من إندي يونس محمود. يونس محمود حقه بقي طالب بيه. واحد اللقاءات اللي صارت قبل فترة ياسر القحطاني قال أنا إذا أريد ألمع له الكأس وأدزه إله ما أفضل لاعب بالبطولة. فهنا يونس محمود رد علي رد قاسي وقال له أنت لاعب كبير وأنا أحترمك، وإذا ظل ببالك كأس آسيا فأنا ألمع له كأس آسيا وأدزه إلك. وهاي رد مو طبيعي من يونس محمود. فياسر القحطاني والله العظيم ما تستحق جائزة أفضل لاعب 2007، راحت من يونس محمود ظلم. فشنو رأيكم؟ كتبوا لنا بالتعليقات.